السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غنبداو فيها الكوتي براتيك ديال لادمينستراسيون اف 5. دونك كيف ما هضرنا في الحلقة اللي فاتت وريتكم لا توبولوجي اللي نخدمو عليها اللي هي هادي، دابا غنبداو لا كونفيغوراسيون ديال الاف 5. دونك اول حاجة غادي نكونفيغوريو، حنا غادي نكونفيغوريو فيا بور مانجمنت، يعني فيا هاد البي سي هذا اللي دابا غنأكسيديو ليه. غادي نكونفيغوريو اول حاجة لي فيلان، دونك غنكريو دي فيلان. من بعد غادي نكريو دي زادريس اي بي، سيلف اي بي، جوج ديال لي زادريس اي بي، وحده في هاد الانترفاس وحده في هاد الانترفاس. ابخي غنكريو جوج ديال لي زادريس فلوت اي بي ديال هاد الانترفاس وديال هاد الانترفاس. دونك قلنا نفكركم، قلنا بان السيلف اي بي هي اللي تتكلف بالمونيتورينغ، دونك هي اللي تمونيتوري لي سيرفور، يعني كتبينغ على لي سيرفور ولا كتاكسيدي ليهم فيا بور 80 الا كانوا دي سيرفر ويب باش تشوف لي سيرفر واش ديسپونيبل. والفلوت اي بي هي اللي تتكلف بلا كومونيكاسيون ما بين لي سيرفر والاف 5، يعني الا جات شي روكه من عند الكليون كتوصل للاف 5، الاف 5 فاش يبغي يفوضها شي يفوضها بالاي بي فلوت، ماشي يفوضهاش بالسيلف. نقدروا نخدموا بالسيلف مي سي با، يعني ماشي شي حاجه اللي براتيك، يعني غادي تقدر تدينا بزاف المشاكل، داكشي علاش نديرو اي بي فلوت فلوش اي بي. دونك غادي نبداو دابا لا كونفيغ كيف ما قلت لكم. اول حاجه ناكسيديو لا ماشين، باردون. دونك اول حاجه ناكسيديو لا ماشين، فوالا. دونك حنا دابا مكونيكتين بالكونسول لهاد الاي بي، نقدروا نبينغيو على البود المانجمنت باش نشوفوا باننا عندنا لاكسي ليه اللي هو 123. دونك عندنا ريبلاي، من بعد ناكسيديو للنافيغاتور ويب كيف ما تشوفوا، فهذا هو الانترفاس لوغين مزيان. دونك كيف ما تشوفوا فهذا هو الاف 5 ديالنا، هذه واحد الداشبورد ديال المونيتورينغ، كاش مونيتوري لينا ريزو، شحال الورك ديال الميموري، شحال الوقت ديال سي بي يو، لي اس اس ال لي دايزين، لي اوبن كومبريشن. المهم كتعطينا دي زانفورماسيون ديال المونيتورينغ. حنايا اول حاجه غنبداو هي النيتورك، غنمشيو للنيتورك وغنمشيو ديراكتومون للفيلان. داكوغ، هنايا غنكريو شحال من فيلان، قلنا دو فيلان. دونك لي فيلان لي غنكريو هما كالتالي، اول حاجه غادي نعرفو لي زانترفاس لي عندنا هنايا لي هما هادو 1 1، وهنا عندنا 1 2. هاد لي زانترفاس خاصنا نعرفوهم، خاصنا نعرفوهم اين هما في هادو. واش 1 1 هي في ام نت، هي في ام نت 3 ولا هي في ام نت 1؟ الا رجعنا ليماج اللي عندنا فيها فوالا، واش ديك 1 1 هي في ام نت 3 ولا في ام نت 1؟ وديك 1 2 اين هي؟ اين المهم خاصنا نعرفو هاد في ام نت 3 اين هي، واش 1 1 ولا 1 2؟ حيت هو ما يسميشنا في ام نت 3 و في ام نت 1. داكوغ، دونك باش نعرفو هادشي نعرفو بالماك ادريس. كيفاش نعرفو بالماك ادريس؟ انا غنوريكم. دونك هنايا غنأكسيديو للكوي، عندنا هنايا الماك ادريس ديال 1 1 كتسالي ب50، والماك ادريس ديال 1 2 كتسالي ب5 ا. هادو هما لي دو زانترفاس لي عندنا ديال المانجمنت، ما تيحس بهاش، تحسب غير لي زانترفاس ديال اللي غنروتو بهم، اللي غادي نديرهم في اللي غيكونوا داخلين في الريزو. اما الانترفاس المانجمنت هذيك ما تتحسبش مع هادو. حنا عندنا ديجا دو زانترفاس اللي بغينا نشوفوهم، ها هما. دونك هادو هما لي دو زانترفاس، عندنا 1 و 3، ولكن هاد واحد اين وحده في هاد الجوج هادو. داكوغ، دونك كنجيو لهاد في ام نت 1 نديرو ليها ادفانسد، غنلقاو الماك ادريس ديالها هي 50 كتسالي ب50. دونك هنايا غادي نستنتجو بان 1 هي هادي، حيت كتسالي الماك ديالها ب50. دونك هاد الانترفاس هذا هو اللي يكون في الكوتي كلاينت سايد، حيت هي فيها في ام نت 1. داكوغ، في ام نت 3 هي اللي تكون في سيرفر سايد. دونك غادي نرجعو باش نتاكدو من الانترفاس ديال سيرفر سايد، كتسالي ب5 ا. دونك غادي نمشيو للفي ام ورك ستيشن، غادي نمشيو للفي ام نت 3 وندو على ادفانس، تلقاو تسالي ب5 ا. ها هي قدامكم كتسالي ب5 ا. دونك لحد الان عرفنا لي دو زانترفاس اين وحده فيهم اللي هي عندها لو نو تيل كيل. دونك قلنا بان الاولى هي في ام نت 1 والثانيه هي في ام نت 3. دونك الاولى غتكون كوتي كليون والثانيه غتكون كوتي سيرفر، مزيان. دابا عاد نمشيو نكريو لي فيلان ديالنا.
غادي نكريو فيلان 1، غنسميو مثلا فيلان اكسترن، يعني اللي على برا. غادي نعطوه الطاق ديالو من فيلان، هذا فيلان اللي على برا قلنا هو 50، دونك غادي نعطيه 50 كيف ما تشوفوا هنا، فهو هذا 50 هو اللي على برا. دونك نرجعو للاب، هو 50 فوالا. والادريس اللي غادي تكون داخله فيه هي هي الانترفاس، ماشي هي الادريس بلوتو، الانترفاس اللي تكون داخله في هذا الفيلان، يعني افكتي لهذا الفيلان هي علاش قلنا؟ حيت هي في ام نت 1 اللي هي في الكوتي اكستيريور. دونك هنايا غندير هنا اون تاغيت حيت خدام غير في كوتي فيرتويال. الا كنتو نتوما خدامين في ان انفيرونمون ريال وعندكم الاف 5 غديروها تاغيت، علاش؟ حيت غيكون قدام ان سويتش اللي فيه تاو سويتش بور اكسيتيرا. دونك هادي هي لا كونفيغ. هنا عندنا الام تي يو ماكسيموم ترانسميشن يونيت غتبقى هي هي. من بعد نديرو ريبيت، نقدر نديرو فينيش ونعاودو لا كونفيغ، مي حنا نديرو ريبيت باش يعاود يخلينا في نفس الفونيتر، حيت غنعاودو نكونفيغيرو فيلان واحد اخر ديال لانتيرن اللي هو هذا. غيكون هو فيلان 20، ولكن الانترفاس اللي غيكون ماشي هو واحد واحد، مي هو واحد جوج، علاش؟ حيت هذا هو ذا ام نت 3. دونك نديرو دابا فينيش. دابا كريينا لي فيلان كلشي مزيان. دونك ابخي ما كريينا هاد لي فيلان شنو غادي نديرو؟ دابا غنمشيو غادي نكريو لي زادريس سيلف اي بي و فلوتينغ اي بي. غنمشيو للفونيت اللي فيها سيلف اي بي، هي هادي، غنديرو كرييت. اول حاجه هنا نعطو لو نون ديال لادريس، نقولو لها مثلا سيلف انترنال، يعني ادريس كاين هنايا في سيرفر سايد، هي هادي اللي غتكون هنايا، غتكون هي 20100. دونك نرجعو غتكون هي 198 20100 فوالا 255 255 255 0. فين فيلان غتكون؟ غتكون عندنا في الفيلان، فيلان انترن اللي هو هذا. هنايا نديرو الاو ديفولت، علاش؟ حيت حنا في الانترن، يعني الريزو ديالنا. بالنسبه للناس اللي جايين من الانترنت والاكسترن هما اللي نديرو فيه الاو نو، باش يسد كاع لي بور ويخلي غير لي بور اللي غنخدمو بهم. اما بالنسبه للان غنخليو الاو ديفولت. هنا قال لك واش فلوتينغ اي بي ولا نو فلوتينغ اي بي. حنا هنا اللي نكريو سي با فلوتينغ اي بي، هذه غير سيلف اي بي اللي كتكون يعني وحده معطيه للانترفاس، ماشي لي بارطاجي. دونك حنا هنا غنقول ليه نو فلوتينغ اي بي ونديرو ريبيت. علاش درنا ريبيت؟ حيت دابا غادي نكريو الفلوتينغ انترنال، يعني هادي غنحيدو وغنديرو هنايا فلوت انترنال. لادريس اي بي ديالها هي 192.168.20.101، دونك 192.168.20.101. الماسك هو هدا، غتكون في الفيلان انترن ديفولت، هلو ديفولت. هنايا غنديرو فلوتينغ ونديرو ريبيت. دابا كريينا لي دوز ادريس. دابا غادي نكريو واحد لادريس اللي غادي تكون اكسترنال سيلف، يعني سيلف اي بي ولكن اكسترنال، يعني اللي في الاكستيريور. غنشوفو لادريس اللي غادي نعطيوها هنا هي 50100، دونك 192.168.50.100. غتكون فيلان اكسترن وغتكون الاو نون، هادي اللي قلت لكم. هنايا غنديرو نو فلوتينغ ونديرو ريبيت. من بعد غنديرو سيلف اكسترنال، غتولي الفلوت اكسترنال حيت غنكليو دابا الفلوتينغ اي بي. غنعطوها 50101 وغادي نعطوها الماسك، وهي هذيك فيلان اكسترن الاو نون. وهنا غنديرو فلوتينغ ونديرو فينيش. دونك ابخي ما دابا درنا هاد لي زانترفاس، هانتوما كتشوفو عندنا وحده فلوتينغ وحده سيلف ديال الانترنال، وحده فلوتينغ وحده سيلف ديال الاكسترنال. بالنسبه للي كليون، شنو هي لادريس اي بي اللي غتكون هي اللي غي اكسيديو بها باش يطيحو في داك السيرفر ويب؟ واش غتكون هي الفلوت ولا هي السيلف؟ غتقولوا لي سيلف. غنقول لكم لا، علاش؟ حيت السيلف قلنا هي الانترفاس ديال اف 5، يعني انترفاس فيزيك. اما الفلوت هي اللي تكون بارطاجي. الناس اللي قالوا الفلوت راه مزيان، الناس اللي قالوا السيلف رجعوا للفيديو اللي كنت كنشرح فيه لي تيرم وفهموه مزيان. دونك غنديرو الاي بي فلوتينغ هي اللي غياتاكيو عليك اليوم. فهاد الحاله ان الناس غي اللي كليون فاش غيبغيو اكسيديو لذاك لو سيت ويب غادي يكتبوا لي اي بي اللي هي 192.168.50.101، اللي هي الفلوتينغ اي بي ديال الاكسترنال سايد. دونك هادي هي اللي يخدموا بها لي كليون.
بارابور الاف 5 فاش غير بغيت تكونيكتا للسيرفور وبينغ عليهم ويشوفوا واش كاينين، غير تكونيكتا عليهم بالسيلف انترنال اللي هي هذه. وفاش غير بغيت كومونيكي في معاهم كوتي ترافيك يعني غير يعطيهم لي روكر، غير كومونيكي معاهم بهذه الاي بي اللي هي فلوت انترنال. دونك نتمنى هذا الكور يكون عجبكم وفهمتو، نتلاقاو في الحلقه الجايه اللي غادي نشرح فيها كيفاش نكونفيغوريو كيفاش نكونفيغوريو لي نود وكيفاش نديكلاريو لي بول اكسيتيرا. يلا سلام عليكم.